إيران وملفها النووي وما زالت تلك القلاقل أو القلق الذي يحدثه مثل هذا الملف النووي خاصة في المجتمع الدولي، حيث الوكالة الذرية للطاقة النووية التي ترفض أن يكون هناك تلك الأنشطة الغير مسموح بها، وأن أحمد نجاد الرئيس الإيراني سوف يذهب إلى الأمم المتحدة للتحدث، وأنه أيضا مستعد لإجراء كافة تلك المقابلات والاجتماعات من أجل شرح وجهة النظر الإيرانية بخصوص ملفها الإيراني وما يمكن أن يكون من حقها ومن حق أي دولة الحصول على الطاقة النووية السلمية التي هي من أجل النهضة الحضارية لأي دولة من الدول إذا احتاجت إلى مثل هذه الطاقة التي تدير عجلة الإنتاج.